طيب خليني اسالك، احنا ممكن نكمل ازاي في البطوله؟ لان الناس بدات تحط ايديها على قلبها، خايفين جدا جدا. صحيح تفشت الكورونا في غينيا بيساو، لكن لسه مش معروف بالظبط العدد قد ايه. بصرف النظر الناس بدات تقلق، هنتاهل ولا مش هنتاهل؟ هنتاهل تاني ولا يعني الاول بقى صعب بالنسبه لنا تاني، ولا لا قدر ممكن نطلع تالت؟ مشوارنا بعد كده في البطوله شكله عامل ازاي؟ هل ممكن نكرر ما حدث مثلا سنه 86 او لفرق زي الكاميرون سنه 84 لما خسرت اول مباراه وخدت البطوله؟ فرصنا في الفوز بالبطوله عامله ازاي؟ التشكيله الامثل لمنتخبنا الوطني عامله ازاي؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان اكرم توفيق يعني ربنا يشفيه يعني ويرجع ان شاء الله بالف سلامه، واحد من اللعيبه الرجاله اللي انا بحبها أوي جدا قوي، ربنا يشفيه ويعافيه. ونفس الكلام فتوح، خلاص يعني ممكن مش معاك 10 15 ايام يعني صعب ان هو يخش معاك دلوقتي. فانت عندك مشكله حقيقيه، المشكله دي اللي ورطك فيها كيروش واختياراته طبعا. انت النهارده عايز سؤال مهم، انت النهارده مش هتعتمد على عمر كمال عبد الواحد في ماتش تقيل كباك رايت، وده واضح جدا من خلال قراره باشراكه محمد عبد المنعم بديلا لاكرم توفيق، ان هو غير واثق في عمر كمال عبد الواحد دفاعيا في مركز الباك رايت. خدته ليه؟ كان لازم ان انت تاخد احمد فتحي، لازم احمد فتحي طبعا. ليه ما حدش فيكم خالص بيجيب سيره الولد بتاع اتحاد سكندري هشام صلاح؟ عشان ما عندوش خبره دوليه. هو لو كان خده في كاس العرب ولا كاس العرب يعني في لعيبه باكات رايت كويسه، الولد الباك رايت بتاع المحله لعيب هايل اسمه يحيى، مش فاكر اسمه يعني. عبده يحيى ده راس الحرب. لا يحيى حامد. يحيى حامد لعيب كويس قوي يا كابتن، وبيلعب كور ثابته وبيعمل تصاب وبيدافع جامد، لكن انت محتاج لعيب عنده خبرات دولية. واحمد فتحي خبره طبعا. لا واحمد فتحي ما كانش وكان معاك، انت كنت واخده بالظبط. لا واحمد فتحي خلاص وصل لفيز في الكارير بتاعه ان هو قابل ان هو يقعد احتياطي خلاص عادي يعني. حتى لو هتبدا باكرم فتحي موجود وخبرته موجوده وكذا. ورطك كان لازم ان هو الناحيه الثانيه كان لازم ياخد عبد الله جمعه، لازم كان ياخد عبد الله جمعه في القايمه، مفيش هزار. طالما محمد حمدي مصاب، ايمن اشرف مش الباك ليفت، ايمن اشرف باك لعيب كويس لكن مش الباك مش الباك ليفت اللي هو يشيلك في الحته دي لو انت عايز تكسب ماتشات مهمه، معلش مع احترامي الكبير يعني. كنت تفضل عبد الله جمعه طبعا، بس ما بيلعبش في الزمالك، بيلعب اساسي يا كابتن كل الماتشات اللي فاتت بيلعب ماتش، كل الماتشات ما لعبش في مكانه كباك ليفت، دايما فتوح مع عبد الشافي كابتن. اخر ماتش المقاولين بس لعب، لانه هو عبد الله يعني السنه دي في الزمالك عنده بدلك، كان مصاب فتره طويله جدا غاب لفتره مش قليله، كان عنده مشاكل واضح، ما كانش بيشارك. على ما كان بيشارك انا موافقك على فكره، انا بحب عبد الله جمعه لعيب جامد جدا بس ما بيلعبش ما بيشاركش يعني. خد باك ليفت واقف على رجل، خد عبد الشافي يعني خد عبد الشافي وقعد احتياطي مفتوح عنده خبره. هو عبد الشافي هيعمل لك مشكله في اوضه اللبس لو لا 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 خد يا عم عبد الشافي بلاش عبد الله جمعه وخده، وراجل عنده خبره دوليه وموجود وكل حاجه. لكن هو ورطنا، لكن الموجود دلوقتي انا شايف ان احنا يعني البدايل قليله، ولازم نبقى حذرين جدا في وقفتنا الدفاعيه. خلينا بقى كده ايه نطلع يا كابتن بره قصه كيروش واخطائه وكل حاجه. مال ده مع احترامي، ومال ان حجازي والونش يبقوا وحشين كده؟ انا عايز افهم يعني الونش لا السنتر باك كبير صح؟ طبعا. اول ربع ساعه في الماتش اللي فات يا كابتن شوبير هو اللي ركب ال- 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 النيجيري علينا كره، ثلاث كور بتنط ما بينه وبين راس حربه، يروح واخده في ظهره وداخل ال 18. حجازي واقف غلط في كل الكور، العرضيه التمركزات بتاعته كلها غلط، وكل الكور بتطلع من رجله بتطلع غلط. مال ده ومال ان المدرب حط تشكيل غلط؟ في لعيبه كبار في الملعب يا كابتن، اللعيبه دي لازم يبقى ليها شخصيه ان هي حتى لو المدرب اللي بره بيعمل حاجات غلط، احنا النهارده عايزين نعمل حاجه. فين النهارده حجازي والونش والشناوي في دورهم في ان هم يقولوا لحمدي فتحي يا جدع انت ما تطلعش من الحته دي، اقف لي هنا. انت ايه اللي بيوديك تقابل بره؟ في مدرب بره بيدي تعليقات؟ لا كابتن حضرتك بذمتك وانت بتلعب معلش، بس في مدرب برضه، ما مدرب انت قلت نقطه مهمه جدا انه صوره له ان هو يعني مبعوث العنايه الالهيه، وبالتالي ما حدش هيقدر يقرب منه، فبقى وكل لعيب خايف يقعد. خلينا نكون امنا يعني، ما حدث من البدايه استبعاد قفشه مع استبعاد شريف مع استبعاد طارق حامد مع مش عارف مين مع مين، كل اللعيبه بقت تخاف فعايزه تنفذ تعليمات الراجل، واضحه جدا ماشي يعني. بس انت النهارده في حاجات قدامك، مواقف في الملعب، اللعيبه اللي شايفاها، الجون اللي دخل فينا يا كابتن، الراجل حمدي فتحي راجل طالع بيقابل فوق الكره مع الراجل الباك ليفت والسنتر باك طالع مقابل فوق ومعري الحته دي، مفيش حد موجود فيها. اي سنتر باك كبير في الدنيا موجود لازم يقول له اقف. على فكره ما كانتش اول كوره في الماتش دي، تالت او رابع كوره، اقف احمي لي الحته دي، شغلتك خليك انت السكرينر بتاعي. مفيش حد بيتكلم. انا حسيت ان اللعيبه بتاعتنا يعني حتى لما دخل فينا الجون غير شوبير انت مستني رد فعل. مظبوط، صح ولا لا؟ ما كانش عندنا رد فعل، مفيش يا كابتن رد فعل، مفيش حاجه. هي دي، هل دي مدرب ولا لعيبه؟ انا بقى بس انا برضو كمدرب يا ميدو لازم
اختار التشكيله الصح، اختار طريقه اللعب الصح. انا ما بحبش كلام السوشيال ميديا والكوميكس والقلش والكلام ده كله والتحفيل، لكن بالفعل في حاجات انا يعني طب انا بطلع مصطفى محمد ولا بنزل زيزو صح، في اخطاء انا بطلع مصطفى محمد او جاي مش عارف حاطط صلاح فين او جاي مطلع مش عارف مين منزل مين، شغلانه برضو كلها لما تيجي تحسبها ميدو كلها ما تركبش على بعضها. هل الراجل لسه الوقت يعني هل هو من شهر 9 واحنا لسه مثلا في شهر يناير ما عرفش يفهم اللعيبه ما قدرش يفهمهم كويس؟ كابتن انا بقول لحضرتك الراجل بيغلط في بديهيات في الكوره، حاجات اساسيه يعني مش محتاجه كلام، حاجات ما فيش اي مدرب في الدوري المصري هيغلطها. لازم ان هو معلش يعني لا اتفضل، لازم النهارده المساعدين المصريين اللي معاهم يبقى ليه دور، يبقى ليهم دور، ولازم كابتن ضياء السيد يبقى ليه دور. وانا قلت امبارح كلام واعيده مع حضرتك، ما انا قلت اتفضل تعيده حضرتك تاني لازم النهارده حازم امام وبركات يتواصلوا مع وائل جمعه ويقولوا له وائل قول للراجل ان لازم يستعين بخبرات الكابتن ضياء السيد، ولازم في خلال التسعين دقيقه يوقفوا معاه، لان ضياء السيد مش صغير، الراجل بيدرب بقاله 35 سنه وراجل استفيد منه، هو عارف عقليه اللعيب المصري وعارف. انت النهارده كابتن ضياء انا ما شفتوش ولا مره واقف جنب كيروش من اول ما مسك، عايز اعرف من حضرتك ايه تفسيرك لدي؟ حتى لما حد بيقف شوقي انا اول واحد اثار القضيه دي والناس زعلت مني. طب ايه حتى في ناس من الجهاز الفني زعلوا مني، قال لك شوبير بيقول الكلام ده ليه؟ فالواحد يعني ايه انا مبقاش عارف اقول ايه والله. يعني الواحد بيتكلم بيدافع عشان الصح، عشان حق المدرب، عشان نتائجنا، عشان بلدنا، لكن الناس في الاخر بتزعل.